بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن إخواني التلاميذ، مرحبا بكم معنا في قسم بوائم A في حصة أولى في مجزوءة الكهرباء. هذه الحصة الأولى إن شاء الله غادي نطرق فيها إلى ملخص للضرائب C. ولما تنقول لكم ملخص فكنقصد به غادي نشوف معكم يعني الأسئلة اللي كتكون كتطرح بزاف في الامتحانات ديال القسم أو في الامتحان الوطني في هذا الدرس، يعني في هذا الجزء الأول من الدرس. يعني غادي نتجاوز المساله ديال تركيب مكتفات على التوالي ومكتفات على التوازي. هذا الامر غادي نخليه ان شاء الله لشي حصه اخرى. الان غادي نشوف معكم اسئله المرتبطه بالمعادله التفاضليه بالحل ديالها وباسئله اضافيه اخرى. لهذا حاولوا تركزوا معايا ان شاء الله في هذه الحصه، لانها حصه اساسيه جدا بحكم انها اول حصه. غادي نشوفوا فيها العلاقات اللي كنحتاجوهم، وغادي نشوفوا كيفاش نخدموا بهم في التمرين. هاد الامور الا تعلمتوها الان فالتتمه ديال الدرس، يعني فاش غادي ننتقلوا للضرائب ال او للضرائب ال سي ان شاء الله ما غاديش تلقاو مشكل. لهذا حاولوا تركزوا مزيان تفهموا كيفاش كنخدموا، وفي الاخير انكم تحفظوا العلاقات، لان الكهرباء فيه بزاف ديال الاسئله كيتحطوا دائما في الامتحانات. هذوك الاسئله اللي كيتحطوا دائما فيهم واحد الطريقه خصك بمجرد ما تشوف السؤال كتعاود نفس ديك الطريقه تكتبها. مثلا اوجد معادله تفاضليه، راه كتعاود بنفس الطريقه. بمعنى كاين شي اسئله خصك تفهم طريقه الخدمه فيهم وتضبطها، يعني تكون يعني قادر مجرد ما تطرح قدامك السؤال قادر دير ديك المراحل كامله وتوصل الى الجواب باسرع وقت ممكن. اذا غادي نشوفوا هذا الملخص ديالنا. فاش كنتكلموا على الضرائب سي، معناه ملي كنشوف اغ معناه راه في ديك الدارة عندي واحد الموصل أومي مقاومته أغ. وفاش كنشوف سي معناه راه عندنا مكتف سعته سي. إذا دارة أغ سي هي دارة تحتوي على موصل أومي وعلى مكتف. أما بالنسبة للمولد اللي حنا كنرمزو ليه بهاد الدائرة هادي، المولد ماشي دائما خصو يكون في الدارة أغ سي، ماشي ديما، على حساب. إلا كنا بغينا نشحنو هاد المكتف، يعني الا كان هذا المكتف في الاول فارغ ما عندوش شحنه وبغينا حنا نشحنوه، ديك الساعه كنركبوا معاه المولد باش هذا المولد هو اللي غيعطيهم داك الشحن، يعني هو اللي غيمنح التيار الكهربائي في هذه الداره. هذه المرحله هذه كتسمى مرحله الشحن او حاله الشحن. يعني في الجزء الاول غادي نطرق معكم الى حاله شحن المكتف. والا كنا اصلا المكتف مشحون وبغينا نفرغوه، في ديك الحاله غادي يكون عندنا غير المكتف والموصل الامي فقط، ما غيكونش المولد. اذا دارائر سي فيها حالتين، فيها حاله شحن المكتف وفيها حاله تفريغ المكتف. الحاله ديال الشحن راه تيكون معاه مولد حيت هو اللي خصو يشحنهم، وفي الحاله ديال التفريغ ما تيكونش المولد. هذه مساله اولى. مساله اخرى اللي نطرقوا عليها وهي الاهم بعدا، شنو هو المكتف؟ دونك هذا سؤال مهم خصنا نعرفوه. طبيعة الحال غادي نتجاوز واحد الامر، يعني ما غندخلش معكم في التفاصيل ديال المكتف، ولكن غادي نعطيكم مثال ملموس باش تقدروا تستوعبوا الفكره ديالو. طبيعة الحال اي واحد فينا الان تيمتلك واحد الهاتف، ومن لما كيديشارج داك الهاتف كنمشي وكندير الشارجور كنبرونشي مع داك الهاتف وكيبدا يتشحن. وبالضبط نتوما عارفين ان اللي كيتشحن داك الهاتف هو داك الباتري ديالو. يعني داك الباتري هو عباره عن جهاز كيخزن الشحنه عندو فاش كنديرو داك الشارجور، ومن بعد فاش كيتشحن ويسالي كنحيد هذاك الشارجور، ثم داك الباتري تبقى يعني مع الاجهزه اللي كاين في الهاتف تبدا يمنحهم ديك الشحن اللي خدم من الاول، يعني كيبدا يدير عمليه التفريغ. هذاك الباتري بكل بساطه هو عباره عن مكتف. بمعنى اخر شنو هو المكتف؟ مكتف هو عباره عن جهاز تيقدر انه يخزن شحنه، يعني كنقدروا نشحنوه ومن بعد تقدر يرجع لينا ديك الشحنه لما كنحتاجوها ونبغيو ناخذها من عنده. هذا هو المكتف. شنو هي السعه السي؟ السعه السي هي عباره عن مقدار تعطينا واحد الفكره على هذا المكتف شحال تقدر يخزن ديال الشحنه. دونك هاد الامور لابد نكونوا عارفينها. الان غادي ننتقلوا للعلاقات الاساسيه اللي غادي نحتاجوها في هذا الدرس. اول علاقه خصنا نكونوا عارفينها اللي هي قانون إضافية التوترات. هذا القانون ديال إضافية التوترات باش نطبقه خصني أولا نكون راسم التوترات في الدارة.
التوتر ديال المولد ها هو مرسوم، دايرين لينا هاد السهم ودايرين او، دونك بقى خصنا نرسمو التوتر ديال الموصل الامي والتوتر ديال المكتف. المبدا اللي كنخدمو به باش نرسمو هاد التوترات هادو، بحكم ان هذا مستقبل وهذا مستقبل يعني كيستقبلوا التيار الكهربائي، خصني ندير واحد السهم هذا غادي يعطيني التوتر يو سي، ولكن فين تيبقى المشكل؟ هاد السهم فين غادي يكون الراس ديالو؟ واش الفوق طالع نحو الاعلى ولا نحو الاسفل؟ المبدا اللي تنخدمو به هو ان خص هاد السهم يكون العكس ديال المنحة ديال التيار اي. ومني كنقولوا هاد القضيه هذه غنقول لكم الان، يلا جاوبوني، باش يكون هذا عكس المنحة التيار فين غادي يرسم السهم؟ واش غادي يرسمه الفوق ولا لتحت؟ بزاف ديال التلاميذ فاش كيبغيو يجاوبوا على هذا السؤال كيشوفوا هاد اي اللي هنا تيقول لك هنا اي طالعه، دونك السهم خصو يكون هابط، وهذا جواب خاطئ. حنا فعلا قلنا ان السهم خصو يكون عكس منحة التيار، ولكن ما قلناش لك منحة التيار هذا اللي هنا. خصك تشوف التيار فاش غادي يوصل ويدوز عبر المكتف، ها اللي كيهمنا هنا. هاد التيار اي المنحة ديالو فاش غادي يجي من هنا غادي يكون غادي في هاد المنحة. اذا اللي غادي نديرو العكس ديالو هو هذا اللي هنا اللي تيمر عبر المكتف ماشي اللي بعيد. اذا باش يكون العكس ديالو غادي يكون نحو الاعلى. نفس القضية بالنسبة للتوتر ديال الموصل الامي، الا تبعنا المسار ديال هاد اي غادي يكون اي غادي في هاد المنحة، العكس ديالو غادي يكون هكذا. اذا هذا هو التوتر او ار. اذا التمثيل الصحيح ديال التوترات هذه اول خطوه خصنا نديروها في اي تمرين باش نقدروا نكملوا يعني نجاوبوا على باقي الاسئله. هذا الشيء اللي كنقول لكم ديال التوتر يكون عكس منحة التيار كنقولوا غير بالنسبه للمستقبلات اللي كيستقبلوا التيار. اما اللي كيولد التيار اللي هو المولد فراه تيخص التوتر ديالو يكون في نفس منحة التيار، كتلاحظوا ها هما نفس المنحة. مزيان، شنو تيقول لنا قانون إضافية التوترات؟ قانون إضافية التوترات تيقول لك بعدا اختار واحد المنحة في دارة مغلقة. ولما كنتكلم على دارة مغلقة معنى لا بديتي من هاد النقطة هادي بقيتي غادي مع هاد السلك، كتلقاه لاصق في هاد السلك، كدور هنا كتلقاه لاصق في سلك آخر، ثم لاصق في سلك وكترجع للنقطة اللي بديتي منها، يعني دارة مغلقة. حيت بعض المرات كتكون دارة بحال هادي ولاصقة فيها واحد الدارة أخرى، عندنا واحد السلك وسلك هابط هنا وسلك هابط هنا، المهم تيكون بهذا الشكل هذا. هاديك تتسمى دارة ثانية، يعني خصني نخدم غير في دارة مغلقة، ندور هكذا في وسط هاد الدارة هادي. دونك شنو قلنا تيقول لنا هاد القانون ديال إضافية التوترات؟ في دارة مغلقة غادي نختار واحد المنحة اعتباطي، مثلا أنا غادي نختار واحد المنحة داير هكذا، غادي ندور في هاد المنحة. فاش غادي ندور في هاد المنحة التوترات اللي غادي نلقاها في نفس المنحة غادي ندير لها زائد، مثلا غادي ندور غادي نلقى او ار، دونك ها هي او ار. ثم غادي نزيد غادي نلقى او سي حتى هي في نفس المنحة، اذا غادي ندير زائد او سي. غادي نجي لهنا ما كاين حتى شي توتر، فاش غادي نجي ندور هنا غادي نلقى ماذا؟ غادي نلقى هاد او توتر عكس المنحة اللي غادي فيه انا. اذا التوتر اللي غادي نلقى عنده عكس ديال المنحة اللي اختاريت غادي ندير تساوي وغادي نديرو في الجهة الأخرى. إذا قانون إضافية التوترات هو هذا. شنو هما العلاقات اللي كنحتاجهم الآن؟ غادي نبدا لكم بالعلاقة ديال التوتر يو سي تساوي كيو على سي، يعني التوتر بين مربطي المكتف في واحد اللحظة معينة تي، دونك هنا يو سي في شي لحظة تي شنو كيساوي؟ كيساوي لنا ديك القيمة ديال الشحنة كي اللي خداها المكتف حتى لديك اللحظة تي مقسومة على السي على السي ديال المكتف. بمعنى العلاقة اللي غادي ناخدو الآن يو سي تساوي كيو على السي، هادي علاقة مهمة. من بعد غادي نتكلمو على الوحدات. بالنسبة للتوتر يو ار اللي هو التوتر بين مربطي الموصل الأمي، توتر او ار يساوي ار يعني قيمة ديال هاد المقاومة ار مضروبة في شدة التيار اي. بمعنى قيمة التوتر في واحد اللحظة معينة تي كتساوي لنا ار اللي هو عدد ثابت مضروب في شدة التيار اللي كاينة في ديك اللحظة تي بالضبط. اذا حتى هادي علاقة اساسية في الدرس. بالنسبة للوحدات كنعرفو ان التوتر وحدته هي الفولت،
دونك هذه U غتكون بالفولت، نفس القضية بالنسبة لـ UR حتى هي بالفولت. بالنسبة لـ Q الشحنة Q وحدتها هي الكولومب، ترمزوا لها بالسي، وهاد السي ما تخلطوهاش مع السي ديال السعة، هادي راه عبارة عن وحدة. أما السعة السي اللي هي سعة المكتف وحدتها هي الفاراد، ولكن اللي غتلاحظوا نتوما في التمارين غالبا ما كيعطيكمش الفاراد، كيعطيكم إما الميكرو فاراد ولا النانو فاراد. على كل حال في التمارين غادي نوضحوا هاد الأمور إن شاء الله، يعني خصكم تحولوا الوحدة عاد تحسبوا. فهاد العلاقة هادي الوحدة قلنا ديال UR هي الفولت لأنها عبارة عن توتر، بالنسبة لـ R اللي هي المقاومة وحدتها هي الأوم، كرمزوا لها بهاد الرمز، و E اللي هي شدة التيار وحدتها هي الأمبير. مزيان، الآن علاقة اللي كتربط ما بين هادو بجوج اللي هي علاقة مهمة جدا، هي اللي كتربط لينا ما بين شدة التيار E وما بين الشحنة Q. إذا عندنا E شدة التيار تساوي دي كيو على دي تي، وهنا استعملنا واحد الكتابة اللي من طبيعة الحال خصها واحد التوضيح، لأن هاد الكتابة ديال دي على دي تي اللي درناها هي في الحقيقة ماشي أول مرة كنشوفوها، لأن سبق لكم شفتوها في الدروس ديال الكيمياء، وبالضبط شفتوها في السرعة الحجمية. أنا غادي نعاود نذكركم بها، السرعة الحجمية لتفاعل هي يعني كنرمزو لها بفي، هي واحد على في اس، في اس هو حجم الخليط في دي اكس على دي تي، بحيث اكس هو تقدم التفاعل. وكنظن في ديك الفتره غيكون الاستاذ يعني عطاكم فكره على هذا الرمز ديال دي على دي تي. على كل حال انا غادي نعاود نشرح معكم هاد الكتابه شنو كتعني، ولكن قبل ذلك نضيف واحد الاضافه هنا. قلنا العلاقه اللي كتربط بين هادو بجوج هي ان اي كتساوي دي كيو على دي تي. من خلال هاد العلاقه كنقدر نجبد مجموعه ديال العلاقات. المهم هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الاسئله اللي عندنا في التمرين التطبيقي. من هنا ايضا احنا عندنا يو سي هي كتساوي لنا كيو على السي. اذا بغيت دابا كيو كم تساوي، من هنا كنقدر نقول ان كيو كتساوي سي مضروبه في يو سي، يعني هاد السي اللي لتحت ضربناها في يو سي، يعني العلاقه يمكن لنا نخدموا بها بداك الشكل الاول او بهذا الشكل الثاني. على كل حال حنا غادي نشوفوا ديك الساعه في التمارين. غادي نمر معكم الان نشرح لكم هاد القضيه ديال دي على دي تي شنو كتعني وكيفاش كنتعاملوا معها في مختلف التعابير. اذا كما شفتوا كتبنا ان شده التيار اي تكتب على شكل دي كيو على دي تي. غادي نرجع معكم لشي امور في الرياضيات لان كتعرفوها باش نبسطوا الامور. الى عندي واحد الداله اف دو اكس وبغيت ندير لها الاشتقاق، فالاشتقاق ديالها كنعبروا عليه بهذا الشكل، كنديروا اف بريم دو اكس، بمعنى هذيك البريم ديك الشرطه الصغيره اللي زدنا كنعرفوا في الرياضيات انها ترمز للاشتقاق، يعني الا لقيتيني كاتب داله ودرت ليها البريم معناه راني كنحسب الاشتقاق ديالها. في الدروس ديال الفيزياء ايضا كنحتاجوا نديروا الاشتقاق، بمعنى عندي واحد الداله اللي هي كيو دو تي، داله بدلاله الزمن، يعني الشحنة بدلالة الزمن، يعني الشحنة كتغير بتغير الزمن، هذه عبارة عن دالة، يعني الدالة هي كيو والمتغير بالنسبة لنا احنا في الفيزياء المتغير هو الزمن تي، بحال في الرياضيات عندنا المتغير هو اكس والدالة هي اف. اذا هاد الدالة هذه الا بغيت ندير الاشتقاق ديالها كان ممكن نجي ندير لها كيو بريم دو تي، وغندير في بالنا ان تي راه هو داك اكس بالنسبة لنا في الرياضيات، ولكن في الفيزياء لاسباب يعني ماشي هذا هو الوقت المناسب باش نناقشوها. في الفيزياء حيت ممكن يكونوا بزاف ديال المتغيرات، عوض ما يستعملوا هاد كيو بريم دو تي شنو داروا؟ داروا هاد الرمز ديال دي كيو على دي تي. يعني لما تشوف هذه انت كتفهم بان المشتقه ديال كيو هي هذه اللي عندنا، على اعتبار ان الزمن تي هو المتغير، حيت قلت لكم في الفيزياء ممكن يكونوا عده متغيرات. المهم هذا الامر يعني صراحه ما بغيتش ندخل في التفاصيل لان لو بديت نعطي الامثله غادي نبعد شويه على الامور اللي عندنا في هذا الدرس هذا. اذا هاد الكتابه ديال دي على دي تي تعني الاشتقاق ديال هذا التعبير اللي كاين هنا على اعتبار ان تي هو المتغير. المهم في التطبيق حنا غنشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها. فقط الامر اللي بغيت نشير ليه اللي غادي نصادفوا حتى هو في التمارين المهم في الرياضيات، الا عطيتكم شي عدد ثابت ك شحال كتساوي المشتقة ديال ك، بحكم ان ك عدد ثابت
اللي عارف القواعد ديال الشيء طبعا الحال فهذه كتساوي صفر، ماشي بحال المشتقه مثلا ديال اكس اوكاري. المشتقه ديال اكس اوكاري كتعطينا 2 اكس، ما كتعطيناش الصفر لان هذا راه متغير. اما عدد ثابت فاش تيكون بوحدو المشتقه ديالو صفر، ولكن فاش تيكون داك الكا مضروب في شي متغير مثلا كا اكس اوكاري المشتقه ديال التعبير كامل، فهاد الحاله ما غاديش نقول راه المشتقه ديال كا هي صفر وصفر مضروب في هادشي هي صفر وبالتالي في الاخر لقى صفر. لا، فاش يكون داك العدد الثابت مضروب في متغير وعندنا الشقاق ديال هادشي كامل، ديك الساعه داك العدد كا تنخليه. يعني فاش يكون غير بوحدو عنده البريم كنقول راه الشقاق صفر، وفاش ما تيكونش بوحدو يعني تيكون عنده الضرب مضروب في شي حاجه متغيره كنحتفظ بداك العدد الثابت وكندير ليه الشقاق فقط ديال داكشي اللي متغير. يعني في هذه الحاله غتجينا هي كا مضروبه في اكس اوكاري بريم، واكس اوكاري بريم هي 2 اكس، دونك تعطينا 2 في كا في اكس. على كل حال في التمارين اللي عندنا في هذا الدرس هذا مثلا غادي نعطيكم واحد الشقاق غادي نصادفوه في واحد المرحله، غادي تجينا مثلا المشتقه ندير واحد العدد يكتب على هذا الشكل. شنو هي هاد اس سي؟ او هي القوة الكهرومحركة ديال المولد اللي هي عبارة عن عدد ثابت. يعني قدر يعطيك في التمرين مثلا هي 10 فولت، يعني ملي كيعطيك في التمرين هذه 10 فولت معناها راه ما غتغيرش خلال الزمن، الزمن يتغير ولكن هاد القيمة كتبقى ثابتة، ماشي بحال الشحنة. الشحنة كلا راه كتقدر تغير لأنني كنشحن المكتف، يعني الشحنة ديال المكتف غدا وكتزاد إلا كنت كنشحن. بالنسبة للسي، السي هي سعة المكتف، تا هي عبارة عن عدد ثابت، ما دمت خدام بنفس المكتف يعني راه عنده نفس السعة. يعني مثلا غيعطيوك مثلا هي 2 فاراد، يعني راه عدد ثابت. إذا اف سي هذا راه عدد ثابت، تتساوينا شي حاجة اللي هي كونستونت. بحال هادشي اللي شرحت لكم في الرياضيات، المشتقة ديال عدد ثابت فاش تيكون بوحدو، المشتقة ديال عدد ثابت كتعطينا ماذا؟ كتعطينا صفر. حيت انا عارف صراحة بزاف ديال التلامذة فين تيكون عندهم المشاكل في هاد الشيء ديال الاشتقاق وفي العلاقات. على كل حال اللي ديروا في بالكم دابا، هاد الرمز ديال دي على دي تي كتعني الاشتقاق. الاشتقاق ديال ماذا؟ ديال داك الشيء اللي كاين هنا الوسط. فوقاش هاد الاشتقاق كيعطيني صفر؟ إلا كان هاد الشيء اللي الوسط عبارة عن تعبير ثابت غير مرتبط بالزمن. غادي نشوفوا إن شاء الله هادشي في التمرين التطبيقي. اذا شنو غادي نديروا الان؟ غادي نمروا للتمرين التطبيقي ونقراو المعطيات ثم نحاولوا نجاوبوا على الاسئله. اذا في المعطيات ديال التمرين قالوا لنا نركب عند لحظه تي كتساوي صفر، يعني لحظه بدئيه، مكتفا سعته سي غير مشحون بدئيا. يعني هذا المكتف نركبه على التوالي مع مولد مؤمتل للتوتر قوته الكهرومحركه او ومع موصل اومي مقاومته اغ. دونك هادشي اللي كنشوفو عندنا في الدار. دونك مكتف اللي نديرو في بالنا انه في البداية كان غير مشحون. السؤال الاول، اوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. باش نلقى المعادلة التفاضلية دائما كنبدا بقانون اضافية التوترات. اذا غادي نمشيو نحاولو نكتبو الجواب على السؤال الاول. دونك غادي نقولو ليهم لدينا حسب قانون إضافية التوترات اللي كتبنا لكم في الشرح سابقا. دونك إذا مشينا شفنا في الدار عندنا أو أغ زايد أو سي تساوي أو. هل قانون ديال إضافية التوترات كتبناه؟ شنو خصني ندير من بعد؟ اللي خصكم تعرفوه باش تعرفوا شنو ديروا هو بعدا شنو كنقصدوا بمعادلة تفاضلية. معادلة بلا ما نزيدو لهذيك الكلمة ديال تفاضلية، معادلة راكم تتعرفوها، يا غيكون تعبير يساوي تعبير وفيه واحد المجهول، مفهوم؟ ولكن شنو الفائدة أو علاش شنو السبب باش زدنا ديك الكلمة ديال التفاضلية باش سميناها في الأخير معادلة تفاضلية؟ معادلة تفاضلية بصفة عامة تيكون المجهول فيها اللي هو بغاو متى يكون هو إي سي، تيكون داك المجهول فيها عبارة عن متغير. يعني معادلة فاش لقى الحل ديالها مثلا يو سي، هذاك يو سي ما لقاش عدد ثابت، ماشي بحال شي حل ديال المعادلة بهذا الشكل. مثلا إلا عطيتكم معادلة فيها 3 إكس ناقص 1 تساوي صفر،
هذه معادله. الا قلت لكم القوليه الحل فغديروا بعض العمليات، المهم في الاخر غتلقاو الحل هو اكس يساوي 1 على 3. اذا هذا كيتسمى حل. واش هذا الحل عباره عن متغير؟ دابا لا، حل راه لقينا ثابت هو 1 على 3. اما لو جيت نحل شي معادله وداك الحل اللي غنلقاه براسو راه متغير مرتبط بشي حاجه كتغير، ديك الساعه المعادله كتسمى معادله تفاضليه. مفهوم؟ واخا. باش نلخص لكم الامر باش تشوفوا نتوما بطريقه بسيطه، معادله تفاضليه هي ماذا؟ هي معادله تيكون فيها داك المجهول تلقاه مكتوب فيها بحال دابا اس سي، ونلقاو حتى المشتقه ديالو. المشتقه ديال اس سي يعني دي اس سي على دي تي. بمعنى باش نسميها معادله تفاضليه خصني تبان لي فيها اس سي وتبان لي فيها المشتقه ديال اس سي بالنسبه للزمن. هذه يعني بكل بساطه ها اس سي كتبان لي كاينه هنا ولكن ما كتبانش لي المشتقه ديال اس سي. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نخدم بالعلاقات اللي شرحنا سابقا باش تبان لنا المعادله كما هي مطلوبه. اذا غادي نرجعوا للسطر غادي نقول لهم لدينا، دونك لاحظوا هذه اس سي ما غاديش نقيسها غادي نخليها. لدينا ماذا؟ غادي نمشي لهاد يو ار. يو ار تساوي اف اي، ولدينا في نفس الوقت هاد اي عاوتاني شنو كتساوي؟ شفناها هي دي ديال كيو على دي تي، هي المشتقه ديال الشحنه. وهاد الشحنه بدورها عاوتاني شنو كتساوي؟ الى عقلتوا على العلاقه كتبنا لكم ان يو سي تساوي كيو على سي، ومنها قلت لكم اذا كيو كم تساوي؟ الى بغيت نجبد كيو غتجيني هي سي مضروبه في يو سي. مفهوم؟ دونك هادي غادي نخدمو بها. ولدينا ان كيو كتساوي سي في يو سي. اذا يعني غادي ندير هكذا من اجل التوضيح. اذا اي غادي تصبح كتساوي، لاحظوا معايا شنو غادي ندير، عندي دي على دي تي، هذا رمز ديال الشقاق. هنا عندي الشقاق ديال ماذا؟ ديال كيو. وهذيك كيو شنو لقيناها كتساوي؟ هي سي في يو سي. اذا كندير قوسين سي في يو سي بهذا الشكل هذا. وشرحت لكم عاد دابا الاشتقاق، مثلا اعطيتكم المثال الاشتقاق ديال كاف اكس او كاري. شنو كنديروا لذاك العدد الثابت اللي هو كا؟ هذا العدد الثابت في الرياضيات كنخرجوه من الاشتقاق وكنخليو المشتقه فقط ديال داك المتغير. نفس القضيه غادي نديرو حتى هنا. هذاك العدد السي اللي هو سعه المكتف هو عدد ثابت مضروب في شي حاجه متغيره. اذا العدد الثابت غادي نخرجوه، بمعنى غتعطينا اي تساوي سي مضروبه في المشتقه، وغتبقى غير هاد اس اللي هي شي حاجه متغيره. المشتقه ديال اس سي بالنسبه للزمن. اذا الان لما لقيت هاد اي كم تساوي بدلاله المشتقه ديال اس سي غادي نرجع نعوضها في يو ار. يعني يو ار دابا تساوي ار مضروبه في اي، واي هي ديك السي، يعني غتبقى عندي دابا ار في السي في الدي ديال اس سي على الدي تي. اذا لاحظوا قلنا هذه باش تصبح معادله تفاضليه فيها المجهول هو اس سي خصني نلقى فيها اس سي، وها هي اصلا اس سي كاينه، وخصني نلقى المشتقه ديال اس سي. هذيك المشتقه ديال اس سي منين مشينا نجيبوها؟ مشينا نجيبوها من التعبير ديال يو ار، يعني الخدمه كامله باش في الاخر هاد يو ار تعطيني شي حاجه فيها المشتقه ديال اس سي. دونك شنو غادي ندير؟ نعوض، غادي نرجعو للسطر نعوض في قانون او علاقة او قانون اضافية التوترات، فنحصل على هذيك او ار غادي نعوضها تعطينا ار سي ديد او سي على ديد تي، زائد او سي اللي كانت عندنا هي هذه تساوي او. اذا هادشي اللي درنا كتلاحظوا هنا او ار عوضناها بالتعبير، او سي خلينا هي هذه كتساوي او. اذا في الاخير ظهرت لنا يو سي وظهرت لنا المشتقه ديال يو سي. اذا فهذه كتسمى معادله تفاضليه يحققها التوتر يو سي. كذلك يقدر يقول لكم اوجد، مثلا اوجد المعادله التفاضليه التي تحققها الشحنه كيو. ممكن يطرحوا عليكم هذا السؤال،
باش تلقاو المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة كو. معنى خصكم تلقاو معادلة بحال هادشي يكون المجهول فيها هو كو، ولكن تلقاو معاه في ديك المعادلة تلقاو حتى المشتقة ديال كو، يعني دي كو على دي تي. المهم هادي ان شاء الله الا جات الفرصة في شي حصص اخرى في التمارين ديك الساعة غادي نطرقوا لهذا النوع ديال المعادلة التفاضلية وكيفاش نوصلوا ليها. حتى هي راه طريقة كتشبه لهادي تماما، فقط غادي نزيدوا بعض الاضافات. على كل حال دونك هذه الاجابه على السؤال الاول، وبالتالي لقينا المعادله التفاضليه. الان غادي نمر للسؤال الثاني اللي هو سؤال مهم. قالوا لنا علما ان حل هذه المعادله التفاضليه يكتب على الشكل U C دو تي، يعني لاحظوا الحل اللي قلت لكم هذا الحل اللي هو U C اللي هو حل المعادله، هو حل متغير، ها هو راه مرتبط بالزمن تي في العلاقه. على كل حال دونك عطاونا الحل يكتب على هذا الشكل، يعني ا في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا تي زائد بي، بحيث ا وبي والفا هي اعداد ثابته. السؤال اوجد تعبير كل من ا وبي والفا. وهنا خصكم تعرفوا دابا الطريقه باش كنلقاو هاد الثوابت. الملاحظه مهم، على كل حال نعطيكم الطريقه ومن بعد نعطيكم الملاحظه اللي بغيت نقول لكم. اذا نكتبوا هنا قدامنا المعادله التفاضليه، اذا لقينا ار سي في دي او سي على دي تي زائد او سي تساوي او، دونك هذه هي المعادله التفاضليه اللي لقينا. وعطاونا هما بان الحل ديالها يكتب على هذا الشكل، او سي دو تي كتساوي ا في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا تي زائد بي. وهما راه قالوا لنا ان هذا التعبير هو حل ديال المعادله. معناه ماذا؟ معنى الا شديت دابا هادشي هذا وعوضت بلاصه يو سي هنا وهنا، فداك الشيء اللي غيتحسب ليا هنا غيعطيني فعلا يساوي او. بمعنى اخر عندي الحق نشد هادشي ونعوضه في المعادله. هذا هو المقصود بانهم تيقولوا لنا هذا راه حل للمعادله، يعني يكتب الحل على هذا الشكل. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نعوض هاد يو سي هنا ونعوضها هنا، ولكن قبل ما نعوضها كنلاحظ هنا غادي نحتاج للاشتقاق ديال يو سي. اذا اش غادي ندير؟ غادي نرجع للسطر نحسب بعدا الاشتقاق ديال يو سي. يعني هادي بحال دير نتايا خدمه في الوساخ مثلا، يعني اولا خدمه يعني في جانبيه، اما الاصل الهدف ديالنا دابا هو نعوضه في المعادله. على كل حال المشتقه ديال يو سي بالنسبه للزمن تساوي، هي المشتقه بالنسبه للزمن ديال هذا التعبير كامل، يعني ا في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا تي زائد ب. هاد التعبير سواء كتبته هكذا او لا كتبته فوق البصره بحال بحال، المهم كيعني الاشتقاق ديال هادشي كامل. سيروا معايا دابا خطوه خطوه في داكشي اللي شرحنا في الاشتقاق. في الاشتقاق الا كانوا عندي تعابير بيناتهم زائد، ودائما غربط لكم هادشي بالرياضيات لان في الرياضيات نتوما عارفين المسائل ويعني ولفتوا عليها في التمارين. الا عندكم مثلا 3 اكس او كاري زائد 5 الكل بريم، اولا بحكم ان كاين زائد الوسط كتعرفوا اننا كنفرقوا عليهم ديك البريم، يعني غتولي 3 اكس او كاري الكل بريم زائد 5 بريم. يعني في الحاله ديال الزائد كنفرقوا عليهم داك الاشتقاق، نفس الامر غادي نديرو حتى هنا. بمعنى تساوي دي، يعني المشتقه ديال ا في الاكسبونسيال ناقص الفا في تي على دي تي زائد المشتقه ديال بي على دي تي. اش كنعرفوا المشتقه ديال العدد الثابت؟ كما شرحنا المشتقه ديال العدد الثابت كتعطينا صفر، اذا حتى هذا غادي يعطينا صفر لان كاين غير بوحدو. اما هذا العدد الثابت اللي هو ا كما شرحت لكم قبيله، بحكم انه مضروب في شي حاجه متغيره بدلاله الزمن، راه ما غنقولش المشتقه ديالي هي صفر، لا، اش كندير في هذه الحاله؟ هذاك العدد الثابت كنخرجوه من الاشتقاق، يعني تجيني ا مضروبة في الاشتقاق ديال الاكسبونسيال ناقص الفا في تي على دي تي. وهنا خصكم تعرفوا القاعدة ديال الاشتقاق ديال الاكسبونسيال، حيت نتوما قريتوا دابا الاكسبونسيال في الكهرباء قبل ما ديروه في الرياضيات. على كل حال بصفة عامة القاعدة اللي غتعطاكم في الرياضيات هي ان المشتقة ديال الاكسبونسيال ا اكس
يعني x هو المتغير و a يكون شي عدد ثابت. المشتقة ديال الاكسبونسيال اف x تساوي a في الاكسبونسيال ديال اف x، يعني الدالة التعبير اللي عندي كيبقى هو نفسه، فقط كنخرج هذاك المعامل ديال x كنخرجوه برا، يعني x اللي هو المتغير. هنا في الفيزياء عندنا المتغير هو الزمن t، يعني t راه هو اللي كيلعب الدور ديال x، وهذا ناقص الفا كيلعب الدور ديال هذا a. اذا المشتقة ديال هذا التعبير كم تساوي؟ غادي نهبط هاد ناقص الفا، نهبطها برا، اذا غتساوي لينا ناقص الفا مضروبه في ا، والداله اللي هي الاكسبونسيال كتبقى نفسها، يعني في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا في تي. فين مشات لينا دابا داك دي على دي تي؟ راه يعني حسبنا للشقاق بحال في الرياضيات، فاش كنحسب للشقاق ما كنبقاش نكتب داك البريم، مفهوم؟ نفس القضيه حتى هنا. اذا في الاخير لقينا دي ديال اس سي على دي تي كتساوي ناقص الفا في ا في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا في تي. من بعد في التمارين راكم ما تبقاوش تحسبوا بهذه الطريقه من طبيعه الحال، من بعد راه غتلقى تجاوب مباشره. المشتقه ديال هذه غتبقى تشوفها بعينك تبان لك سهله، انا غير كنشرح على اساس التلاميذ اللي ما فاهمينش هذا الشيء يعني بتاتا، وكنحاول نمشي معاهم تدريجيا باش يفهموا. يعني من بعد غنبقى نقول لك المشتقه ديال هذه شحال كتساوي، مباشره غتقول لي بعدا هذه صفر حيت كاين بوحدها عدد ثابت. هنا ا غنخليوها وغادي نهبطو ناقص الفا، يعني مباشرة غتقول لي ناقص الفا في ا في ليكسبونسيال ديال ناقص الفا في تي. يعني هادشي ما غاديش يبقى ياخد وقت بزاف في الحساب، لأن غنكونو فهمنا القواعد وعرفنا كيفاش نخدمو بهم مزيان. إذا حسبنا المشتقة و إي سي أصلا ها هو التعبير ديالها كاين، غادي نمشيو نعوضو في المعادلة. بما أن إي سي كتساوي أ في الإكسبونسيال ناقص ألفا في تي زائد بي حل للمعادلة التفاضلية، فإن التعبير ديالها يحقق المعادلة، يعني فإن غادي نعوض، عندنا إغ سي مضروبة في دي ديال أو سي على دي تي، والدي ديال أو سي على دي تي هي اللي لقيناها ناقص ألفا في أ، إذا مضروبة في ناقص ديك ناقص نحطها هنا كاين حتى شي مشكل، ألفا في أ في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا في تي زائد عندنا في المعادله زائد يو سي، يو سي عندنا هي ا في الاكسبونسيال ديال ناقص الفا في تي زائد بي تساوي او. اذا عوضنا في المعادله، غادي نمروا الان غادي نقولوا اذا الخطوه اللي غادي نديروا الان، وعقلوا على المراحل، راه قلت لكم الاسئله ديال الكهرباء كاين بزاف ديال الاسئله فيهم واحد الطريقة كتعاود هي نفسها، يعني فهم ديك الطريقة وضبط طريقة الخدمة ديالها، وبالتالي غادي تبقى تجاوب بكل سهولة. فهاد المرحلة هادي كنحاول نعمل بها، يعني في هاد التعابير اللي فيهم الإكسبونسيال، العامل المشترك اللي كنلاحظو هو أ في الإكسبونسيال، وهنا أ في الإكسبونسيال، إذا أ في الإكسبونسيال ديال ناقص ألفا في تي عامل، هنا غادي تبقى لي ناقص ألفا في إغ سي. وهنا فاش غنعمل بهادو غتبقى لينا زائد واحد ستو هاد القوس زائد بي، وهنا ديك او اللي هنا غادي نجيب واحدة بها تولي ناقص او تساوي صفر. هنا فهاد المرحلة هادي كاين طريقة اللي خصكم تعقلو عليها مزيان، فاش كنوصلو لهاد المرحلة، وكاين صراحة واحد الأمر اللي ما بغيتش صراحة نشرحو دابا لأن غياخد لي شوية الوقت، وخا هو مهم جدا، وبحكم انني طولت الان في الحصه ما بغيتش نكثر عليكم، لهذا عقلوا عليها في هذه المرحله هذه فاش كنوصلوا ليها تنقولوا اذا هذا ما غيكون صحيح الا لكان هذا الشيء كيساوي صفر وهذا الشيء كيساوي صفر. دونك تنقولوا اذا ناقص الفا في اغ سي زائد واحد يساوي صفر، و بي ناقص او يساوي صفر. من هذه بعدا غادي نلقاو ان بي يساوي او، و او هي القوة الكهرومحركة ديال المولد، يعني دابا العدد بي مبقاش مجهول عرفناه، ومن هنا نقدر نجبد الفا، يعني غتجيني واحد كتساوي هادو نديهم الجهة الأخرى الفا في اغ سي. إذا باش نلقى الفا غادي نقسم على اغ سي، بمعنى غتجيني الفا تساوي واحد على اغ سي، وبهاد الطريقة تنكونو لقينا جوج ديال المجاهيل، لقينا الفا ولقينا بي. ولكن رغم هادشي هذا مازال ما لقيناش ا، اذا الان غادي نشوفو كيفاش كنحدو داك العدد ا.
تحديد العدد A. باش نحدد العدد A هنا كنضطر نخدم بالشروط البدئية. والشروط البدئية لماذا؟ للتوتر UC. يعني الشروط البدئية بصفة عامة تنقولوا الشروط البدئية للمكتف، وبالضبط غادي نركزوا على التوتر UC. ملي كنتكلم على الشروط البدئية يعني كنتكلم على عند اللحظة T كتساوي صفر. كيفاش كان داير هذا المكتف اللي حنا خدامين به؟ كان المكتف غير مشحون بدئيا، يعني فارغ. ولما تنقول المكتف فارغ يعني شحال كانت الشحنة ديالو في هذه اللحظة البدئية؟ الشحنة ديالو كانت كتساوي صفر. وشحال كان التوتر ديالو عند هذه اللحظة البدئية؟ بحكم ان التوتر كنعرفوه راه كيساوي الشحنة على السي على السي، كيو على السي، وكنهضر بالضبط على كيو عند اللحظة البدئية. بما ان الشحنة كانت صفر فراه حتى التوتر غادي يجيني كيساوي صفر، حيت انا غنعوض غتجيني صفر على السي هي صفر. اذا هادشي اللي غادي ندير، غادي نقول لدينا، وهادو الشروط البدئية ديال عملية الشحن اللي هو خصكم تردوا ليها البال وتعقلوا عليها مزيان. لدينا توتر في اللحظة البدئية من خلال المعطيات راه كيساوي صفر، ومن خلال التعويض في الحل اللي عطاونا غادي تجينا هي أ. غنعوض طيب صفر هي أ في ليكسبونسيال ديال صفر ناقص ألفا في صفر هي صفر زائد بي. وشنو كنعرفو حنا ليكسبونسيال ديال صفر؟ أي عدد أس صفر كنعرفوه كيساوي واحد. إذا غتجينا أ في واحد زائد بي. وبما ان هذا التوتر في اللحظه البدئيه راه هو هذا نفسه، يعني هذا العدد اللي خرج لهنا راه كيساوي هذا اللي هنا. اذا هذا يستلزم ان ا زائد بي تساوي صفر. اذا ا اللي حنا كنقلبوا عليها تساوي ناقص بي. وبحكم ان بي لقيناها هي او، يعني ان ا تساوي ناقص او. وبهذه الطريقه تنكونوا لقينا المجاهيل بثلاثه. مزيان، ديك الساعه نتوما في التمارين الى قال لكم يعني دير التطبيق العددي كيكون عطاك او شحال كتساوي وكتعوض وكتحسب على كل حل. اذا في الاخير صباح الحل يكتب على هذا الشكل او سي دو تي. لقينا عندنا ا فليكسبونسييل و ا هي ناقص او، اذا ناقص او فليكسبونسييل اللي ناقص الفا لقينا هي 1 على اكس سي، يعني 1 على اكس سي مضروب في تي، يعني تي على اكس سي زائد بي اللي هي او. الى زدنا عملنا بأو كتجينا او عامل. نبدا لكم بهذا حيت فيه الزائد، الى عملت انا بأو غتبقى زائد واحد، يعني ها هي واحد. وهنا الى عملت بأو غتبقى ناقص هاد ليكسبونسييل، يعني ناقص ليكسبونسييل ديال ناقص تي على، وهاد اكس سي كنسميوها طو اللي غادي نشوفوها في بعض الاسئله ان شاء الله، بحيث ديك طو هي اكس سي. وغادي نشوفوا هاد الطو فيها واحد الاسئله مهمه جدا، يعني غايقول لك بين ان لها وحده الزمن وكيفاش كنلقاوها مبيانيا وفاش كنستعملوها من بعد. المهم على كل حال، اذا شفتوا الطريقه كيفاش درنا باش لقينا هذوك الثوابت، وبالتالي عرفنا الصيغه ديال الحل او سي بدلاله الزمن. هاد الطريقه اللي درنا كتعتمد كما شفتوا في البدايه كتعتمد على الاشتقاق اللي درنا هنا. هاد الطريقة تسمى طريقة الاشتقاق، ولكن زدنا كملنا بطريقة ديال الشروط البدئية والشروط النهائية. واخا حنا استعملنا غير الشروط البدئية، ولكن كاين أمثلة أخرى اللي كنستعملوا فيها حتى الشروط النهائية. على كل حال، هاد الطريقة ديال الاشتقاق اللي استعملت معكم هنا فوقاش كنعرف راسي خصني ضروري نديرها، حيت كاين بعض المرات ما نديرهاش بلا ما نضيع فيها الوقت. طريقة الاشتقاق بصفة عامة كنديرها الا قالوا لي لقى التعبير ديال شي حاجه كاينه في الاس ديال ليكسبونسييل هنا. الا طلبوا منك تلقى شي حاجه كاينه في الاس ديال هاد ليكسبونسييل، في ديك الساعه ضروري دير طريقه الاشتقاق. علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ لان بعض المرات تيقولوا لكم يكتب حل هذه المعادله التفاضليه على الشكل او سي دو تي تساوي ا في ليكسبونسييل ديال ناقص تي على طو زائد بي، وتيقولوا لكم في هذا السؤال لقى لينا غير ا و بي فقط، يعني ما كيسولوكش على هاد الطو، يعني في هذه الحاله كيعتبروهما طو، حنا عارفين راه هي اف سي.
فهم؟ يعني في هذه الحالة كيسولوك غير على أ و ب فقط. في هذه الحالة هذه بلا ما تضيع الوقت في طريقة الاشتقاق والتعويض في المعادلة. في هذه الحالة يكفي تخدم غير بالشروط البدئية والشروط النهائية ديال عملية الشحن اللي احنا فيها. وإذا كنت في حالة التفريغ غادي تخدم بالشروط البدئية والشروط النهائية ديال حالة التفريغ. الشروط البدئية احنا شفناهم في الجواب على السؤال، والشروط النهائية غادي نشوفهم ان شاء الله في تمرين اخر، غير باش ما نكثرش عليكم في يعني في المعلومات بزاف، لان لو كثرنا في المعلومات ربما النسبة ديال الاستيعاب ديالكم غتكون قليلة. على كل حال نشوفوا الان السؤال رقم 2. اذا في السؤال رقم 2 او لا عفوا حنا السؤال رقم 2 هو اللي جاوبنا عليه الان. السؤال رقم 3 قال لك استنتج تعبير كل من كي دو تي و اي دو تي، يعني التعبير ديال الشحنة بدلالة الزمن والتعبير ديال شدة التيار بدلالة الزمن. اذا كما شفتوا معنا الان لقينا اي سي بدلالة الزمن، لقينا لها التعبير ديالها مزيان. دابا كيفاش غادي ندير نحسب التعبير ديال كي بدلالة الزمن؟ يعني الا بغيت نحسبها خصني شي علاقه فيها الشحنه كي. شنو هما العلاقات اللي شفنا الان في الدرس اللي كاينه فيهم الشحنه كي؟ شفنا يو سي في واحد اللحظه معينه تي كتساوي الشحنه كي في نفس ديك اللحظه تي على السي على السي، يعني يو سي كتساوي كي على السي. الا بغيت نحسب الشحنه كي غادي نضرب السي في يو سي. اذا كي دو تي كتساوي هنا هي السي نضربها في يو سي دو تي. اذا الا بغيت دابا التعبير ديال كيو بدلاله الزمن يكفي تعويض هذيك التعبير اللي لقينا في يو سي، يعني غتساوي سي في او عامل لواحد ناقص ليكسبونسيال ديال ناقص تي على طو، وبالتالي فهذا هو التعبير ديال الشحنه كيو بدلاله الزمن. غادي نمر الان لحساب التعبير ديال شده التيار اي بدلاله الزمن. وهنا غتردو معنا البال، لان عاوتاني غادي نرجعو للمساله ديال الاشتقاق. إذا بغيت نحسب التعبير ديال اي بدلالة الزمن خصني ايضا نرجع لشي علاقه فيها شده التيار اي. عندنا جوج ديال العلاقات اللي نقدروا نفكروا فيهم. عندنا ان يو ار تتساوي ار في اي، يعني الا بغيت نحسب اي بدلالة الزمن من خلال هذه العلاقه خصني نكون عارف يو ار كم تساوي بدلالة الزمن، ولكن لحد الان حنا مازال ما عارفينش يو ار، دونك هذه العلاقه غادي نتفاداوها. كاين علاقه اخرى اللي هي مهمه، هي ان اي تتساوي دي كيو على دي تي، يعني المشتقه ديال الشحنه كيو بالنسبه للزمن. اذا غادي نحاولوا نركزوا على هذه العلاقه هذه. كاين طريقه اخرى كتعتمد على هذه، غادي نشرحها لكم ان شاء الله لما نسالي الطريقه الاولى، يعني من اجل انكم تنوعوا يعني الطرق ديال الخدمه وتشوفوا نتوما شنو كتبان لكم سهله. اذا اي بدلاله الزمن هي ماذا؟ هي دي ديال كيو على دي تي. وشنا هو التعبير ديال كيو اللي حنا غادي نشدوه ونديرو ليه الاشتقاق؟ التعبير ديال كيو اللي غادي نديرو ليه الاشتقاق هو هذا، يعني تساوي دي على دي تي ديال سي في او عامل لواحد ناقص ليكسبونسيال ديال ناقص تي على طو. ثم نسدو هذا القوس ونسدو القوس الكبير ديال الاشتقاق. دابا غادي نرجعوا دائما للقواعد للاشتقاق. هنا عندي هاد السي في او عدد ثابت، ولكن هاد العدد الثابت راه ما كاينش غير بوحدو، راه عنده الضرب مضروب في شي حاجه اللي هي هادي متغيره. اذا فاش يكون عندي عدد ثابت مضروب في شي حاجه متغيره، هذاك العدد الثابت تنخرجوه من الاشتقاق. اذا غادي نخرج داك السي في او وغتبقى مضروبه في المشتقه بالنسبه للزمن ديال ماذا؟ شنو بقى لي داخل هاد القوسين؟ بقات واحد ناقص ليكسبونسيال ديال ناقص تي على طو. الان عاوتاني غادي نفكر في هذا الشيء. المشتقه ديال واحد هو واحد عدد ثابت، ولكن هذا الواحد اللي هو عدد ثابت ما مضروب في حتى شي حاجه، لهذا المشتقه ديالو غنعتبرها هي صفر. مفهوم؟ يعني بلا ما نكتبها هنا، دونك ما غاديش نديروه، يعني غتبقى لنا سي في او. شنو غادي تبقى؟ المشتقه ديال هذا الاكسبونسيال، والمشتقه ديال الاكسبونسيال ديجا شرحنا لكم الطريقه، بمعنى هذا التعبير غيبقى مضروب، هذا الناقص اللي هنا غتبقى، دونك ها هي ناقص. شنو غادي ندير باش نحسب المشتقه ديال هادي؟ قلنا غادي نخرجوا برا داك المعامل ديال تي، هاد ناقص تي على طو راه خصني نشوفها، راه هي ناقص واحد على طو مضروبه في تي. خصني دائما نشوفها بهذا الشكل باش نعرف شكون هو العدد اللي غادي نخرجوه برا. اذا عندي ناقص
وغادي تضرب في ناقص واحد على طو، ثم في داك ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو بهذا الشكل، وناقص في ناقص راه غتعطينا زائد، دونك غتولي بحال هكذا. اذا في الاخير التعبير ديال اي بدلاله الزمن غتجينا هي سيف او في واحد على طو في ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو. والان غادي نقوموا بواحد العمليه ديال التبسيط، غادي نعوضوا طو هي ار سي، بينا غتجينا سيف او على ار سي في ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو، ثم نختزل السي مع السي، واخيرا كيبقى لنا التعبير ديال شده التيار اي بدلاله الزمن او على ار في ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو. اذا هذا هو التعبير ديال شده التيار اي بدلاله الزمن. نمر الان نشوف السؤال اللي من بعد. السؤال رقم 4، اوجد تعبير U C max و Q max و E عند الانفيني اللي هو كقصدوا بها شدة التيار في النظام الدائم. بعدا علاش كيسولون على U C max؟ بعدا واش كاينة شي حاجة سميتها U C max؟ U C max كنقصدوا به التوتر القصوي للمكتف، و Q max كنقصدوا بها الشحنة القصوية. بمعنى فاش بدينا في الأول حنا كنشحنوا المكتف، في البداية عند T كتساوي صفر، شفنا ان الشحنه في الاول كانت هي صفر والتوتر كان هو صفر، ثم ما حدنا كنشحنوا المكتف والشحنه اللي كياخذ اللي عنده داخل كتكبر، يعني الشحنه كي غدا وكتكبر غدا وكتكبر بنفس الطريقه حتى التوتر او سي كيوصلوا لواحد الحد فاش المكتف كيعمر كليا، بحال الهاتف كما عطينا المثال، فاش كتكونوا درتوا داك الشارج درتوه كيتشارجا كتلاحظوا واحد اللحظه كتكتب لكم 100%، بمعنى راه اولا اللي عنده داك الشرطات كيتحركوا كيوصلوا واحد الحته كيحبسوا، بمعنى ما بقاش المكتف كيتشحن راه حبس، بمعنى انه وصل الى الشحنه القصويه اللي يقدر ياخذ، يعني ما يقدرش ياخذ اكثر منها. بنفس الطريقه يعني تيكون عنده توتر قصوي. هذاك التوتر القصوي كيفاش غادي نديرو نحسبوه؟ يعني نلقاو التعبير ديالو، وبنفس الطريقه كيفاش غنلقاو التعبير ديال الشحنه القصويه. لهذا غادي هاد المسائل اللي قلت لكم الان غادي نضطر نعبر عليها باستعمال منحنيات توضيحيه. غادي نجيو لهنا غادي نوضحوا هادشي اللي قلنا الان، غادي نرسموا هنا محور فيه التوتر او سي بدلاله الزمن تي، اذا هنا غادي تكون عندنا او سي. عند اللحظه تي كتساوي صفر التوتر او سي كان هو صفر، ما حد الزمن كيزيد والتوتر او سي غادي كيتزاد، لان حنا في هذه الحاله حاله الشحن، يعني راه تنديرو شحن المكتف. ركزوا معايا مزيان، انا كنهضر على حاله الشحن حيت فاش غنمشيو لحاله التفريغ غيكون امر اخر. على كل حال فاش كنشحن المكتف، يعني في كل ما تزاد الزمن راه المكتف كيتشحن، يعني او سي كتزاد. المنحنى اللي كيعبر لنا على هادشي كيكون بهذا الشكل، هاكدا واحد اللحظه كتلاحظوا ابتداء تقريبا من هذه اللحظه كتلاحظوا المنحنى ولا افقي، بمعنى التوتر او سي ولا ثابت في هذه القيمه. هذه القيمه هي اللي كتسمى او سي ماكس، يعني القيمه القصويه ديال او سي. هذا المنحنى اللي رسمناه الان كيوضح لنا نظامين، يعني واحد المرحله زمنيه من تي زيرو حتى لهذه اللحظه هذه. في هذه المرحله الزمنيه المكتف راه جالس كيتشحن، يعني راه او سي غادا وكتغير، كتلاحظوا راه هي متغيره. وفي هذه المرحله هذه يعني ابتداء من هذه اللحظه الفوق كنلاحظوا ان المكتف تشحن، يعني او سي بقات حابسه فواحد القيمه ثابته. هاد النظامين عندهم سميات، كنسميو هذا النظام انتقالي وهذا كنسميوه نظام دائم. هاد القضيه النظام الدائم مهم جدا باش كنلقاو مجموعه ديال الاجوبه على الاسئله اللي كتطرح لنا في التمارين. نفس الامر اللي قلنا بالنسبه للشحنه كو، الا رسمت لكم دابا منحنى فيه الشحنه كو بدلاله الزمن حتى هو غادي يكون تيشبه هذا اللي رسمناه الان. بنفس الطريقه هنا غادي تكون الشحنه كو بدلاله الزمن، عند تي كتساوي صفر كانت الشحنه هي صفر، ما حد الزمن كيزيد والشحنه كتزاد، وكيكون المنحنى بهذا الشكل هذا. يعني ابتداء من واحد اللحظه كيبان لكم ان الشحنه ولات ثابته في واحد القيمه معينه اللي هي غتسمى كيو ماكس.
بنفس الطريقه هنا عندنا نظامين، هذا كيتسمى ايضا نظام انتقالي وهنا نظام دائم. كاين واحد الامور اللي خصنا نناقشوها بالنسبه لليك الثابته طو. قلت لكم ان ديك طو اللي عندنا في الدار اكس سي اللي هي كتساوي اكس في سي غادي تكون عندها وحده الزمن، يعني داك طو راها عباره عن مقدار زمني. كيفاش كنديروا نلقاو ديك طو ميبيانيا، يعني سواء خدمنا في الميبيان ديال التوتر او سي او الميبيان ديال الشحنه، كنجيو هنا عند تي كتساوي صفر، يعني عند اصل التواريخ في هذا المنحنى، وكنرسموا المماس. هذاك المماس فاش كنطولوه كيتقاطع لينا مع هذا الخط الافقي اللي كنرسموه ديال القيمه القصوى. ديك نقطه التقاطع فاش كندير لها الاسقاط على محور الافاصيل هنا عموديا كتعطيني واحد القيمه، هذيك راه هي طو. بنفس الطريقه اللي درناها في المنحنى ديال الشحنه، المماس غيتقاطع مع الخط الافقي، ثم ندير الاسقاط هنا، البلاصه اللي غتجيني هذيك راه هي طو. غادي نشوف التدريجات شحال، وداك العدد راه هو اللي كيساوي لنا طو، ولكن خصني نرد البال للوحده اللي مكتوبه هنا. على كل حال شنو الفائده ديال هاد الطو؟ على الاقل الفائده اللي كتبان لنا هنا في الميبيان، هاد الطو اللي هي ثابته زمنيا كتعطيني فكره على داك المكتف شحال خصو ديال الوقت باش يتشحن كليا. الا حسبتي طو مثلا ولقيتها هي مثلا 10 سكون، معناه باش يتشحن هذا المكتف كليا خصو تقريبا 5 ديال الطو، يعني 5 في 5 في 5 عفوا في 10 سكون، يعني 50 ثانيه. فهم بنفس الطريقه الا جبناها من هنا راه كتبقى نفس الامر، يعني حتى هنا راه كتكون عندنا تقريبا 5 طو. على كل حال شرحنا لكم شنو كيوقع في المنحنى ديال التوتر او سي وفي المنحنى ديال الشحنه كي. السؤال ديالنا دابا قالوا لنا اوجد تعبير او سي ماكس. باش نلقى التعبير ديال او سي ماكس الطريقه هي كالتالي، غادي نقول لهم في النظام الدائم، يعني فاش كنوصلوا للنظام الدائم في هذه المراحل، يعني في هذا المجال الزمني، في اي لحظه تي اختاريتها من هنا او سي في ديك اللحظه تي شحال كيساوي او سي، غادي نمشي نطلع للمنحنى غتجيني هنا غنلقى الاسقاط غيعطيني او سي ماكس. يعني في النظام الدائم التوتر بدلاله الزمن كيصبح التعبير ديالو هو او سي ماكس، وهذا او سي ماكس عباره عن عدد ثابت. شنو كندير هنا؟ كنقول لهم اذا المعادلة التفاضلية اللي لقيناها سابقا تصبح هذيك المعادلة التفاضلية اللي حنا لقيناها، غادي نعوض فيها او سي بهاد او سي ماكس. يعني عندنا اغ سي في دي ديال او سي ماكس، حيت كانت عندنا هنا او سي حنا عوضنا فيها او سي ماكس على دي تي، زائد هنا كانت او سي تاهي غنعوضوها باو سي ماكس تساوي او. وبحكم ان هاد او سي ماكس عباره عن عدد ثابت في هذه الحاله هذه، اذا فالمشتقه ديال العدد الثابت بالنسبه للزمن المشتقه ديالو غادي تكون صفر، و اغ سي مضروبه في صفر هي صفر، اذا هادشي كله غادي يمشي غتبقى صفر. صفر زائد هاد التعبير يساوي او، اذا هذا غيعطينا بان او سي ماكس تساوي او. اذا هذا هو التعبير ديال التوتر القصوي في هذه الحاله ديال الشحن المكتف. مزيان، بنفس الطريقه الان غادي خصنا نسنجو اولا اوجد تعبير كيو ماكس. دابا باش نلقاو التعبير ديال كيو ماكس الامور كتكون نسبيا سهله، حيت ديجا لقينا او سي ماكس. يعني غادي نقول لهم لدينا هاد العلاقه هذه، اولا نكتبو ديال كيو مباشره. شفنا ان كيو دو تي كتساوي سي في او سي دو تي، شفنا هاد العلاقة، هاد العلاقة صحيحة لكل لحظة من تي، فغادي نخدمو بها حتى في النظام الدائم. في النظام الدائم غتكون العلاقة بهذا الشكل، غتولي كيو دو تي راه هي كيو ماكس كتساوي سي، وهاديك او سي دو تي راه هي او سي ماكس. وبحكم ان او سي ماكس هي او، اذا كيو ماكس كتساوي سي في او، وبالتالي حنا لقينا التعبير ديال كيو ماكس في النظام الدائم. الان السؤال الاخير قالوا لنا احسب اي عند الانفيني،
وعند الانفيني كنقصدو يعني عندما تؤول تي الى بلوس الانفيني، يعني في اللحظه تي تؤول الى بلوس الانفيني، يعني في واحد اللحظه اللي تكون كبيره. اش كيقصدوا بهالكتابه؟ حيت حنا فوقاش غنوصلوا للنظام الدائم، كنبداو عند تي كتساوي صفر، كنبداو نشحنوا في مكتف النظام الدائم. فاش من لحظه كنوصلوا ليه؟ كنوصلوا ليه في واحد اللحظه كتساوي 5 طو. الا قلت لكم دابا ان تي اللحظه تي اللي كنهضر عليها راه تؤول الى بلوس الانفيني، معنى تي شي عدد ارسان قصد به عدد كبير بزاف، وعدد كبير بزاف معناه راه ضروري غيكون فايت لينا 5 طون، يعني كاين فشي بلاصه هنا. بمعنى اخر راني كنهضر لكم على النظام الدائم. صافي، اذا شده التيار في النظام الدائم كذلك غادي يحتاج العلاقه. حنا كنعرفوا ان اي هي دي كيو على دي تي، وفي النظام الدائم هذيك شده التيار اي غادي تكون هي هاد اي. صافي، في النظام الدائم اي دو تي غادي تكون هي هاد اي اللي غنكتبها ماجيسكول، اللي هي غتساوي لنا ماذا؟ المشتقه ديال كي، ولكن عاوتاني حتى هنا خصني ندير كي ديال النظام الدائم، يعني الشحنه القصوى عفوا، دي ديال كي ماكس على دي تي. وبحكم ان الشحنه القصوية راه عباره عن عدد ثابت اللي هو السيف او، المشتقه ديال العدد الثابت كتعطينا ماذا؟ كتعطينا صفر. ومن هنا استنتجنا ان شده التيار في النظام الدائم كتكون كتساوي صفر. اذا لاحظوا معايا شنو لقينا، لقينا شده التيار في النظام الدائم كتصبح صفر، وهذا عنده واحد الامر مهم جدا، فغادي نمر معكم الان نناقشوا هذه القضيه هذه لان كيكونوا اسئله. يعني حنا فاش كنكونوا مركبين المكتف مع المولد والموصل الامي كما شفنا سابقا، في اللحظه تي كتساوي صفر، فاش كنغلقوا داك القاطع التيار اللي تيكون هنا، فاش يلاه تنغلقوه المولد تبدا يعطينا شده التيار اي. هذيك شده التيار عندها واحد القيمه معينه، مثلا تقدر تكون اي هي 3 امبير. صافي، هذه نسميوها اي زيرو. المكتف كيبدا يتشحن، وما حدو كيتشحن راه التيار الكهربائي كاين وكيمر في الدار، يعني التيار راه كيدوز دابا. مزيان، فاش كنوصلوا للنظام الدائم يعني عند تي تؤول الى الانفيني، فاش المكتف كيتشحن كليا كتصبح لينا شده التيار اللي كدوز في الدار كتصبح كتساوي صفر. بمعنى اخر ما تيبقاش يمر التيار الكهربائي، وحنا اصلا فوقاش ما تيمرش التيار الكهربائي بصفه عامه اللي كنعرفو حنا، الا كانت الدار بهذا الشكل يعني قاطع التيار وباقي ما غلقناش. في هذه الحاله الا كنت مازال ما غلقتش قاطع التيار، المهم الدار هي مغلق، هنا ما غلقتوش، شده التيار اللي كتمر هنا شحال كتساوي؟ طب الحال كتساوي صفر. علاش؟ لان السلك بحال بغينا نقولوا مقطع هنا، ما يمكنش يمر تيار كهربائي. من بعد ما غلقناه المكتف بدا كيتشحن، التيار الكهربائي بدا كيمر. فاش هل المكتف تشحن كليا تقطع التيار الكهربائي، ولكن هذا راه باقي مغلوق. شنو كنقولوا هنا في التفسير؟ كنقولوا في النظام الدائم المكتف يلعب دور قاطع التيار، وهذا امر مهم في الاسئله ديال الامتحانات، يكون من بين الاسئله ديال الفهم. تيقول لك مثلا احسب شده التيار في النظام الدائم، وغايقول لك فسر هذا الامر، او ما هو الدور الذي يلعبه المكتف في النظام الدائم. اذا قال لك ما هو الدور الذي يلعبه المكتف في النظام الدائم، غتمشي تحسب ليه بعدا اي في النظام الدائم شحال هي صفر، وغتقول له بما ان لقيناها صفر يعني شده التيار يعني منعدمه، فان المكتف يلعب دور قاطع التيار. اذا هذه الامور اللي عندنا في هذه الاسئله. نشوفوا الان السؤال اللي بقى من بعد. السؤال رقم 5، اوجد تعبير طو ثابته الزمن للدار اغ سي بدلالات اغ و اي سي ماكس و او او، يعني الطاقه المخزونه في المكتف عند نهايه الشحن. هاد او او هي الطاقه اللي كتكون مخزونه في المكتف. التعبير ديال الطاقه ما عطيتوش لكم في بدايه الحصه، انا بغيت نخليه حتى الاخر وعاد نكتبوه ونخدموا به. بالنسبه للطو، حنا اصلا كنعرفوا ان طو تعبيرها هو ماذا؟ هو اغ في سي. ولكن دابا شنو بغاو نلقاو؟ بغاو نلقاو هاد طو بدلاله اغ، يعني هاد اغ غادي نخليها، ولكن عوض هاد سي خصني نلقى تعبير فيه او سي ماكس وفيه الطاقه المخزونه في المكتف. دونك هادشي اللي خصنا نديرو، ولكن خصني نشرح لكم بعدا شنو هو التعبير ديال الطاقه المخزونه في المكتف.
إذا الطاقة المخزونة في المكتف عند لحظة T تعبيرها هو E دو T كتساوي واحد على اثنان في C اللي هي سعة ذاك المكتف مضروبة في التوتر E C أس اثنان. ولكن بحكم أن التوتر راه هو تيتغير إذا حتى الطاقة كتكون كتغير. إذا بغيت نحسب الطاقة في واحد اللحظة معينة T خصنا نحسب نستعمل التوتر في نفس ديك اللحظة T. إذا بصفة عامة هذه العلاقة اللي عندنا بالنسبة للطاقة المخزونة في المكتف. الوحدة العالمية للطاقة من طبيعة الحال هي الجول، بمعنى استعمل هاد السي بالفاراد واستعمل إيو سي بالفولت، لما تستعمل وتحسب داكشي اللي يخرج غادي يكون بالجول. مزيان، حنا اللي عطاونا في المعطيات قالوا لنا هذيك او او كنقصدوا بها الطاقة المخزونة في المكتف عند نهاية الشحن. عند نهاية الشحن شنو كتكون هاد إيو سي؟ إيو سي راه كتكون هي ماذا؟ هي إيو سي ماكس، هي التوتر القصوي. بمعنى تعبير ديال الطاقة في ديك الحالة في نهاية الشحن او او غتساوي واحد على جوج سي في إيو سي ماكس او كاري. مزيان، عاد نشوفو دابا الان شنو طلبو لينا هما في السؤال. حنا بغاونا نلقاو طو بدلالة اغ و إيو سي ماكس وهاد الطاقة الكهربائية اللي هي مخزونة في المكتف، بغاونا نلقاو هاد التعابير بثلاثة. دونك لدينا بعدا اللي كنعرفو حنا ان طو كتساوي اغ في سي، ثم لدينا هاد اغ بغاوني نلقاها اذا غادي نخليها، ولكن هاد سي منها غادي نجبد الامور الاخرى المطلوبة. يعني غادي نحاول نلقى سي كم تساوي، منين غادي نجيب هاد سي من هاد التعبير هذا. يعني غنضرب في هاد اثنان هنا ونقسم على هاد اس سي ماكس او كاري وغادي نلقى سي. ولدينا من خلال ديك العلاقة سي كتساوي هي جوج مضروبة في الطاقة الكهربائية او او على اس سي ماكس او كاري. اذا ملي غادي نعوض غادي نلقى طو تساوي اغ مضروبة في جوج ديال هاد الطاقة المخزونة في المكتف على اي سي ماكس او كاري. وبالتالي كنكونو جاوبنا على السؤال المطلوب. طبيعة الحال انا في هاد التمرين حاولت ما امكن ما نديرش التطبيقات العددية لان ماشي المهمة بالنسبة ليا، المهم هو نتعاملو مع العلاقات ونفهموهم ونضبطوهم مزيان. على كل حال دونك هادشي اللي عندنا في هاد الحصة هادي، شفنا حالة ديال شحن المكتف، يعني المكتف فاش يكون في حالة الشحن. واخا صراحة باقي لي معكم واحد القضية ما ناقشتهاش معكم اللي هي الشروط النهائية كيفاش كنخدمو بها في العلاقات. على كل حال غنشوفو ان شاء الله في شي حصة اخرى. الحصة اللي باقا خصنا نركزو عليها دابا هي الحالة ديال تفريغ مكتف. على كل حال انتظرونا ان شاء الله في الحصص المقبلة، ومن هنا لذاك الوقت كننصحكم انكم عاودوا هذه الخدمة اللي درنا الان، وخاصة خدموا التمارين، حاولوا تنوعوا من التمارين. علاش؟ لان الاسئلة ديال المعادلة التفاضلية تيكونوا بنفس الشكل اللي درناه. اما تيقول لك اعطيني معادلة تفاضلية يحققها التوتر اي سي، او لا معادلة تفاضلية تحققها الشحنة كيو. ولكن اللي كيختلف في بزاف ديال الحالات هو الطريقة ديال الحل. يعني داك السؤال رقم اثنان اللي فيه يكتب الحل على الشكل كيقدروا يعطيكم داك الاسئلة على الحل، يعني بواحد الطرق يعني فيها واحد الاختلافات، ومن طريقة لطريقة السؤال كاين طرق مختلفة للجواب، وبالتالي تدربوا على الطرق كاملين باش تعرفوا وتعطيو اجابة صحيحة. والاسئلة الاخرى كتبقى اسئلة عادية، يعني تكون عارف العلاقات وتعرف تخدم بهم، وخاصة تستغل هاد المسألة ديال النظام الدائم. يعني في النظام الدائم المعادلة التفاضلية تصبح معادلة مختصرة. واللي مهم اكثر من هادشي كامل هو كيفاش نتعاملوا مع التعبير ديال الشقاق اللي كنديروا دي على دي تي، وكيفاش كنردوا البال كيفاش نحسبوا الشقاق في مختلف التعابير اللي شفنا. على كل حال انتظرونا في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.